وقال لي لأول مرة في حياتي نختار قرار وحدي ونكون مسؤول عليه وحدي ونخدمه وحدي ونتحمل عواقبه وحدي. ودخلت لبيتي وركز معي في الفازة هذه. دخلت لبيتي خذيت زوز أوراق داكتيلو فارغين وبديت نكتب. أنا فادي حمزة مولود في 28 جويلية برج الأسد، نعشق الشوكولا نوار، نعزف ميوزيك. بديت نحكي على روحي تفاصيل كبيرة. انا مش في بالي معناتها فاش قاعد نعمل بلي فاش قاعد تعمل يا فادي. بعد برسمي طلعت الحكايه صحيحه علاش وزاد الايامات اكدت هالي. اذا كان نحكي الاولاد ولا البنات، اذا كان عندك انسان تحبه على الاخر تحبه تعشقه على الاخر فماذا بيك تبدا تدقق وراه تعرف تفاصيل وشنو نوع الموسيقى اللي يسمعها، شنو هو ستيل الافلام اللي يتفرج فيها، من اعز بلاصه عنده، قداش من طابع سكر في قهوته، ماذا بيك تسقسي وراه على خاطرك تحبه. اسكو زيادة حتى انا مش من حقي اني نحبني فافكتمو هذيك اللي صار. فحبيت روحي في اللحظة ذيك وحكيت على روحي في صفحة ونص كاملين، وكانت اقوى واعز صفحة ونص نكتبهم في حياتي، لانه اول مرة في حياتي نعرف روحي انا شكون بالضبط. انا مانيش فادي حمزة ما نعرفش الاعلامي ولا نو انا حاجه اخرى، انا تركيبه اخرى، انا حشينا تركيبه اخرى. بلا فاش قاعد تبتاز ما باش توصل دي فيقرك في تونس اخذك منهم العبيد هذوكم اخذك منهم. انا نهار انا عملت الباك قرا معايا واحد صاحبي اعطاني اكتشاف عظيم برجوليه في فيزيولوجيه العبد ولا شو اسمه يسميوها فيزيولوجيه ما جسم الانسان، في جسم الانسان طلع سيد مش نورمال. قال لي فادي تعرف علاش ربي خلق لنا زوز اثنين؟ قلت له نورني ترى. قال لي باش واحده نسمعوا بها والاخرى نتلفوا بها ولا غيزون. اسمع وتلف، اسمع خذ الحاجه اللي برسمي تفيدك وتبني بها قدام، وتلف الحاجه اللي برسمي ماشي باش تزيد منك. العباد كلها تحب تحكي، الناس كلها تحب تحكي، باش تفشل اللطف عليك باش يحكيو فيك، باش تنجح باش يحكيو فيك، ففي الحالات الكل ينجح. اخذ الموز دو مون تشكي ليك انت، ونحبك بالرسمي، نحبك بالرسمي تسمع كلام الشاعر العظيم التونسي الموقر كلايب بتشيكي. قال لك انتج يا حومه خلي مخاخهم فيك مصدومه، صح ولا لا؟ انتج يا معلم سينو مومو وجميل. انا سلمي اسمع والحاجه الباهيه اللي فيا حتى شيء يمكن، والحاجه اللي خايبه اللي فيا اللي انا كيف قلتوا ما نجم نقول راسي صحيح، نعمل فيها ساعات بطل ونمشي ناكل كفتيجي بي، والحاجات اللي حشموني على روحي اني يعني ناكل دلاع بطريقه جود جود اني ساعات كما قال القباحه الوقاحه، ساعات نبدا في صالون دو تي كي نوصل لاخر الكيس بالباي يعني برشا حس برشا حديث. شو باش نعمل اليوم؟ شو باش نعمل اليوم؟ علاش اخترت الكوميونيكاسيون؟ الكوميونيكاسيون تاع بيرسوناج نتاعي، تاع بيرسون نتاعي، تاع اصلي ومفصلي وانا شكون؟ قاعد نسوق لروحي، قاعد نبيع في روحي، قاعد نبيع في تصويرتي انا شنو؟ معناها نعمل في الماركتينغ مانيش نكذب. الشين توا يوتيوب كثروا، العباد تتفرج في رمضان مين؟ في يوتيوب، ما عادش تفرج في التلفزه، دوك البزنس الكل ولا في يوتيوب، دوك اهميه انه ماخت ولا اسوسيسيون ولا كلوب ولا اي اورغانيزاسيون لازم يكون عندها شين يوتيوب، لازم تكون موجود، خاطر التوانسه اغلبيتهم في يوتيوب. محبوب الجماهير شكون؟ يا عيني، قداش؟ قداش؟ اعطوني تصويق على خليل خاطر كيف بلي ستاتيستيك خاطر في باش اوتر ستاتيستيك، اما الشيفر الاخريني 2018 بعد 700 كابتن هاني رجال رجاجيل انتوما اكثر من سي صاحبي قال لي ويحسب ذكرا سسو سسوسه هو من داخل عبد القادر جي با كوا واضحه. دونك لي كونت سور فيسبوك الرجال اكثر، سمعتونا نسي الرجال اكثر اتحركي في فيسبوك مش تدبري راجل واضحة. معدل الأعمار أعمار فما الكانس فانتاخون وفما البانسان تخون تخون كتخون، دونك لي جون واللي أكثر شوي الأخرين أقل بالنسبة شوي. Je vais te faire un peu de temps. 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 Je vais te faire un peu de temps.
تحطوا انت الاتاش اللي عندك والتايم لاين والكل الكل التنان الذي يلزم يختار ما تقدرش يعني تحط باش يجي داخل تاش اخرى ما تقدرش اوتوماتيك ما هو يقول لك ليه فما زاد لوجيسيال واحد اخر اسمه تريلو يا ذوبان العاشق في المعشوق يا ذوبان العاشق في المعشوق مش معناها ما يقدرش يعني انك تعشق حاجه وباش تذوب فيها حسب رايك شكون المجال اللي الرغبه نتاعو عاليه مش معناتها مش تبدا تو تخمم والله هذا على 10 يا خو 8 هذا والله على 10 يا خو 5 الفرصه تمام معي دونك باش نبداو نقيموها على 10 شكون المجال اللي فيه فرص اكثر من صاحبه اللي فيه فرص نتاع انتشار اللي فيه فرص نتاع اني مثلا نبني كارير وحدي اني نبدع فيه وحدي اني ما نعرفش